ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. ودلوقتي كمان فقرة الهاشتاج, وأول حاجة معنا في الهاشتاج عن باشا مصر أمير كرارة اللي موجود دلوقتي في المغرب في مراكش بيصور فيلم الجديد, فيلم كازابلانكا. هو نزل صورة من هناك وكاتب مزيان بالذات. النجم حماده هلال عامل اغنيه جديده مفاجاه اسمها اشرب شاي, لكن مش هي دي المفاجاه. المفاجاه ان هو الاغنيه دي بيغني فيها مع اوكا وارتيجا بطريقه المهرجانات. النجمه سلاف فواخرجي احتفلت بعيد ميلاد جوزها هي واسرتها في السينما. النجمه يسرى اللوزي نزلت صوره ليها, لكن مش ده الجديد. الجديد ان الصوره دي لاول مره بنتها بتصورها صوره. النجمة دينا الشربيني كل فترة بتعمل فوتو ساشن جديد. هي عملت واحد دلوقتي دمه خفيف جدا وكانت لابسة فيه أبيض, لكن الناس كلها قالت إن الواضح إن الفوتو شوت ده كان معمول في الصيف. النجمة عمرو سعد نزل أول بوستر لفيلمه الجديد حملة فرعون. النجم علي ربيع من النجوم طبعا دمهم خفيف جدا, عشان كده نزل صورة بمناسبة البرد وقال ان هو حاسس ان درجة الحرارة يعني 6 تحت الصفر وان هو مبلول من كتر البرد. الناس كلها كانت مستنية السيلفي الشهير بتاع النجم فتحي عبد الوهاب في كواليس تصوير مسلسلهم الجديد هو والنجمة ياسمين عبد العزيز, هو مسلسل الملكة. الديفة سميرة سعيد كل يوم بتصغر عن اليوم اللي قبله, وده كلنا بنلاحظه في أي فوتوشوت بتعمله. فوتوشوت الجديد كمان طالعة فيه شكلها يجنن, ولابسة بنطلون جلد وكل اللوك كله كانت لابسة فيه أسود, ولابسة كمان معاهم نظارة سودة. الناس كلها قالت إن فعلا سميرة سعيد كل يوم بتصغر عن اليوم اللي قبله. السوبر ستار محمد هنيدي نزل فيديو ليه وهو بيسجل أغنية مسرحيته الجديدة 3 أيام في الساحل.